إذا إحنا رح نبلش بريفيو لتشابتر 2. تشابتر 2 إجمالا بيحكي عن الديتيرمينانت تبع الماتريسيز. لو كانت الماتريكس 2 باي 2 يعني فيها 2 روز and 2 كولومز، طبعا إحنا هون عم نحكي عن السكوير ماتريسيز بكل المادة، شغلنا بس على السكوير ماتريسيز. هون في عنا بالنسبة للديتيرمينانت، طبعا هون في عنا 2 باي 2 ماتريكس، فلنفرض إن هالماتريكس كانت A, B, C and D. AD minus BC ما بتساوي صفر، يعني ما رح تكون inverted، يعني رح تكون invertible إذا الديتيرمينانت تبع الماتريكس ما كان صفر. كيف بنطلع الديتيرمينانت ل 2 by 2 ماتريكس؟ إننا نضرب A times D minus C times B. طيب لو كانت الماتريكس 3 by 3 أو 4 by 4، الخطوات هون رح تكون شوي أطول. هاي طريقة جديدة رح نتعلمها اليوم. لو كان عندنا هاي الماتريكس اللي موجودة قدامنا 1 3 2 1 4 2 و 4 2 سالب 1، ايش راح نساوي؟ اول شيء راح نوزع اشارات، راح نحط اشارة موجب سالب موجب. بنبلش باشارة موجبة جنبها سالب وجنبها موجب، بنضل ماشيين على نفس هذا النمط. تحت الموجب رح يكون سالب، بعدين جنبه موجب وجنبه سالب، يعني ممنوع إشارتين نفس الإشي يكونوا جنب بعض. إذا بعدين في عنا هون موجب عشان تحت السالب، سالب موجب. هاي الإشارات اللي وزعناها ليش؟ بدنا نقي رو واحد أو كولوم واحد عشان لما نطلع الديتيرمينانت كان أسهل لإلنا أن نطلع الديتيرمينانت ل 2 by 2 matrix، فبدنا نقسمها ل number مضروب ب 2 by 2 matrix، كمان مرة number مضروب ب 2 by 2 matrix and so on. إذا خلينا ناخد هون الرول الأول، بدنا ناخد الواحد، رح ناخد الواحد مع إشارته. طبعا أنتوا حرين تاخدوا أي رو بدكم إياه أو أي كولوم بدكم إياه. أنا رح أحل على الرول الأول، بعدين رح نختار رو تاني أو كولوم تاني ونشوف إذا بطلع نفس الجواب أو لا. رح ناخد الرول الأول، رح ناخد الواحد مع إشارتها الموجبة. بعد ما ناخد الواحد رح نضربها بديتيرمينانت. ديتيرمينانت إيش؟ رح نشطب الرو والكولوم يلي فيهم الواحد يلي أخذنا، يعني رح يضل عندي 4 2 2 سالب 1، 4 2 2 سالب 1. الإشارة بتهمني بس للعدد اللي قبل الماتريكس، العدد الأعداد يلي داخل طبعا الخطين المستقيمين هو إنه أنا بدي الديتيرمينانت لهدول لهاي القيمة. So الإشارة اللي أنا بحطها لهم هون plus minus plus minus هم بس للعدد يلي برا. هلأ بدنا الثلاثة، الثلاثة كنا أعطيناها إشارة سالبة، إذا رح نقول minus 3 مضروبة ب، رح أشطب الرو والكولوم يلي فيهم ثلاثة، رح يضل عندي 1 4 2 سالب 1 1 4 2 سالب 1. جنب الثلاثة في عندي 2 وإشارتها كانت positive، فرح أكون رح أقول plus 2 1 4 and 4 2. هلأ شو رح أعمل؟ رح أطلع الديتيرمينانت لكل واحدة من هدول الثلاثة بنفس الطريقة اللي تعلمنا نطلع فيها الديتيرمينانت فوق. إذن رح أقول 1 مضروبة ب، الديتيرمينانت تبعتها هي 4 ضرب سالب 1، 4 ضرب سالب 1 سالب 4، ناقص 2 ضرب 2 4، صار عندي سالب 4 ناقص 4. أوكي، صار عندي سالب 4 ناقص 4 يلي هي سالب 8. بعدين رح أقول سالب 3، سالب 3 مضروبة بديتيرمينانت هدول التو هاي الماتريكس، الديتيرمينانت تبعها 1 ضرب سالب 1 سالب 1، ناقص 2 ضرب 4 8، سالب 8 ناقص 1 سالب 9، زائد 2 مضروبة ب 1 ضرب 2 2 ناقص 4 ضرب 4 16، 16 ناقص 2 رح تكون سالب 14. بعدين رح نقول هاي 1 ضرب سالب 8 رح تكون سالب 8، سالب 3 ضرب سالب 9 رح تكون زائد 27. لحد هون القيمة رح تكون positive 19، هون رح تكون الإشارة minus 28 اللي هو 14 ضرب 2 والإشارة سالبة. 28 ناقص 19 رح تكون probably 9، صح minus 9.
هذا هو ال determinant لإلها. خلينا ناخد رو تاني أو كولوم تاني نشوف إنها رح تطلع نفس ال determinant. خلينا ناخد رو يكون فيه واحدات عشان تكون الأرقام أسهل. رح أخذ الرو الأول لأنه فيه 1, 1 and 4. اوكي رح اقول واحد والاشارة اللي عنده اللي هي plus one الاشارة اللي انا كتبتها. رح اقيم الرو والكولوم يلي فيهم واحد. بضل عندي 4 2 2 سالب 1. رح اكتب هون 4 2 2 سالب 1. التحت الواحد في عندي minus one الاشارة الماينس اللي انا حطيتها هاي كتير مهمة انكم تنتبهوا لها. اذا رح اقول minus one مضروبة بي. رح أقيم الرو والكولوم يلي فيهم الون هاي يلي أخذتها. إذن رح يضل عندي 3 2 2 سالب 1. 3 2 2 سالب 1. آخر شي عندي 4 وإشارتها بوزيتيف. إذن رح أخذ زائد 4. رح أشطب الرو والكولوم يلي فيهم 4. رح يضل عندي 3 4 2 2. 3 4 2 2. رح اشتغل مثل ما اشتغلنا فوق. رح انزل الواحد واضربه بديتيرمينانت هاي الماتريكس. واحد مضروب في 4 ضرب سالب 1 سالب 4 ناقص 2 ضرب 2 4 ناقص 1 مضروب في 3 في سالب 1 سالب 3 ناقص 2 ضرب 2 4 زائد 4 مضروب ب 3 ضرب 2 6 ناقص 4 ضرب 2 8 يلي هو 1 مضروب بسالب 8 اللي هو سالب 8. سالب 1 مضروب ب سالب 3 ناقص 4 هي سالب 7. سالب 7 ضرب سالب 1 هتكون زائد 7. القيمة لحد هون هي ماينس 1. زائد 4 مضروبة ب 6 ناقص 8 اللي هي سالب 2 مضروبة ب 4 اللي هي ناقص 8. سالب 1 ناقص 8 اللي هي سالب 9. بنلاحظ انه الديتيرمينانت طلع نفسه بالطريقتين وراح يضل يطلع نفسه سواء اخذنا الرو الثاني الكولوم الثاني الرو الثالث او الكولوم الثالث. اذا انتم حرين بانكم تختاروا اي رو او اي كولوم. هلا بدي اغششكم كيف تختاروا الرو والكولوم بحيث انكم تخلصوا اسرع يعني عشان تكون اسهل لكم. بتطلعوا على الماتريكس بتشوفوا وين الروز يلي فيهم اصفار. لانه مثلا طلعوا هون لو كانت هاي 3 0 فأنا ما في داعي أطلع الديتيرمينانت تبعت هدول، على طول رح تكون صفر وتكون مشطوبة. فأنتوا شوفوا أنه هو الرو اللي فيه أكثر عدد من الأصفار وطلعوا الديتيرمينانت تبعته. أوكي تمام؟ حدا عنده سؤال عن هدول؟